وبين تعرفي على الاجدد واخر اخبار عالم السيارات. مثل ما شايفين انا موجود بسكوديريا لبنان، وراي في فيراري لا فيراري ابيرتا، ونفس الوقت ورا الكاميرا في 488 بيستا. سيارتين مميزين حنحكي عنهم بفكره سبيشل. حنبلش بسبيشل قبل ما نحكي بالكار فوكس. فوكس هي السيارة، هي انفينيتي كيو اكس 50، سيارة الوعدة الكروس اوفر ميد سايز اس يو في كمان فينا نقول، يلي هي خاصة عم تدخل بهالسيجمنت يلي كل الترند صار داخل فيه خاصة من شركات البريميوم. كل اللي تجربة لها لهالسيارة بسلطنة عمان بصلالة. فكرت سبيشل اكيد لانه نحن بسكودريا لبنان حنحكي عن فيراري، وحيكون لنا مقابله مع سي او فيراري استاذ حزن حيدر يخبرنا اكثر عن هالسيارتين وعن سكودريا لبنان. والسيارة الثانية هي سيارة سباق من عن جاكوار، هي الفورمولا اي جنريشن 2 اللي تقدمت مؤخرا، وحنشوف كليب مع مجموعة سيارات الكهربائية من عن جاكوار. حلقة مميز جدا من اوتوموبيل مع فيراري، خليكم معنا.
نبلش هلا حلقتنا بفقره كار ان فوكس. مثل ما ذكرت باول حلقه كان لي تجربه لا انفينيتي كيو اكس 50 بسلطنه عمان تحديدا بسلال الخضراء. سياره كيو اكس 50 هي سياره ميد سايز اس يو في واعده جدا ونفس الوقت عليها ضغط كثير خاصه بهالسيجمنت لانه صارت المنافسه عاليه جدا بكل السيارات البريميوم صار عندهم هالسيجمنت. خلينا نروح هلا على هالتجربه. وصلنا هلا على تجربة انفينيتي كيو اكس 50 بسلطنة عمان تحديدا بسلالة الخضراء. هالسيارة هي أول مرة بدأت بالعام 2007 تحت اسم EX. بال 2011 تغير اسمها لتحمل نفس الاسم اللي عم يعتمدوه كل طيازات انفينيتي تحت اسم QX، صار اسمها QX 50. واليوم بالعام 2018 قدمت سيارة جديدة بالكامل وهو فينا نقول الجيل الثالث. فهالسيارة اليوم كتير مهمة لإنفينيتي لأنه الميد سايز اس يو في اتس فيري ترندي، يعني عندنا كل شركات البريميوم الأوروبية عندها هالسيجمنت، حتى السيارات اليابانية ووصولا للسيارات الأمريكية. بنعرف نحن إنفينيتي عندها جودة ونوعية عالية جدا خاصة لأنه هي سيارة بريميوم. إذا بننتقل لداخل السيارة عندنا جودة ونوعية عالية جدا، عندنا يعني صراحة أي أكثر مرة بطلع بسيارة وبشوف فيها عديد من الألوان من الداخل نفس الوقت عالية الجودة. عنا تريم خاصة لأن نحن عم نسوق الأوتوغراف إديشن، فعنا جلود من لون البني مع دبل ستيتش، معنا الكانترا باللون الكحلي، خشب برشت ألمنيوم، جلد باللون الأبيض، حتى عنا على كل كيفة الكونسول عنا جلود لون أبيض. ونفس الوقت عنا المقاعد هني كمان مثل ما شايفين عندهم ديزاين مميز لهم، يعني سيجنتشر انفينيتي موجودة على المقاعد عالية الجودة جدا. ستيرينج فيه فيلينج حلو. كمان إذا بدنا نحكي عن شيء الأهم هو الانفوتيمنت سيستم يلي موجود عن انفينيتي، يلي هو عبارة عن شاشتين 8 انش بتقدر تتحكم بكل شيء داخل السيارة. بانوراميك روف اتس ماست لأنه موجود بكافة سيارات بالكومبيتيشن. والشيء المهم كمان يلي أنا صار واحد من الفيفورت أوبشنز موجودين داخل السيارة هو الساوند سيستم، خاصة هالسيارة مجهزة ببوز ساوند سيستم من 16 سبيكر. خلينا نحكي هلا شوي عن تجهيزات الميكانيكية. هالسيارة مزودة بمحرك متطور جدا هو من 4 اسطوانات سعة 2 لتر مع تيربو بولد 268 حصان و380 نيوتن متر من عزم الدوران. هالسيارة بتندفع بعجلات الأربعة، بس عنا صارت تندفع بعجلات الأمامية. لما بلش تنزل السيارة بتوزعنا تراكشن للعجلات الخلفية، بس سابق كانوا العجلات الخلفية هن اللي بتكون از ستاندرد، وبس تنزل السيارة بصير التور كله بتوزع للعجلات الأمامية. وطبعا انفينيتي مزودة بعلبة روس اوتوماتيكية من 8 نسب أمامية نوع سي في دي. شغلة مهمة يلي نزيد عليها للسيارة يلي حسنوا فيها هو خاصة يلي جالسين بمعد الخلفي صار عندهم رحابة أكثر، خاصة للناس يلي طوال بالقامه. يعني بالنسبة للجيل السابق كتير صار عندنا سبيس لاج روم وحتى هيد روم بداخل السيارة. طبعا مثل كيفة السيارات فينا نتحكم بشخصية السيارة بوسط الكونسول، عنا الدرايف مود، عنا البيرسونال يعني احنا نعمل سيت اب بما احنا بتناسب سواقتنا، عنا سبورت وستاندرد وحتى ايكو اذا احنا ماشيين داخل المدينة وبدنا نوفر بالوقود. هيك بيكون خلصت تجربتنا لإنفينيتي كيو اكس 50 بسلطنة عمان بسلالة.
كنا هلا على فكر سبيشل وحنحكي فيه عن سكودريا لبنان، خاصه على السيارتين يلي قدمتهم باول حلقه. هلا انا صرت واقف حد فيراري 488 بيستا، وحده من اكثر السيارات الهارد كور عند فيراري حاليا. حنحكي شوي عن هالسيارتين، وحنحكي مع سي او فيراري حسن حيدر يخبرنا اكثر عن هالسيارتين وعن سكودريا لبنان. وصلنا على فكر سبيشل ومتمسكرت بأول حلقة. حيكون لنا لقاء مع سي او سكودريا لبنان الأستاذ حسن حيدر اللي خبرنا أكثر عن سكودريا لبنان، وأكيد السيارتين يلي مهمين جدا هي الفيراري لفيراري أبيرتا والبيستا من 488. أستاذ حسن، أول شيء أهلا وسهلا فيك على فيوتشر تي في. نحن بنعرف أنت كتير باشنت بالبراند فيراري، وفيراري هي معروفة عندها تاريخ كتير كبير، وأنت يعني من الباشن تبعك خليت هالمؤسسة خاصة سكودريا لبنان تكون ناجحة جدا بالباشن تبعك، ونفس الوقت تضميت عملت عائلة اسمها فيراري لبنان أكثر ما كانت فيراري بس لسيارة، إنه سيارة رياضية، صارت سيارة رياضية ونفس الوقت تنتمي لعائلة كبيرة اللي هي سكودريا لبنان. أول شيء برحب فيك هون، وإلنا الشرف معكم مع فيوتشر تي في لنعمل هالمقابلة. يعني كل شيء عم تحكيه هو شيء بيعني لنا كتير. وفيراري يعني مثل ما بقولوا واحد بياخد إبرة وبتصير يعني نبض حياته، فالباشن واللوف فور فيراري يعني الابتداء بالمثل ما بقولوا بالمصاري. اليوم عندنا سيارتين مهمين جدا، وهو اليوم عاملين اوبننج داي لسكودريا لبنان لسيارتين فيري اكسكلوسيف مثل لفيراري ابيرتا وال 488 بيستا. هدول سيارتين ار فيري رير فيري ليميتد كمان. هل فرصه من هل اوبننج داي للعالم تكون قريبه اكثر لهالسيارات لتشوفهم لايف ان بيرسون، يقدروا يشوفوا قد ايه هالسيارات انعمل فيهم شغل؟ خاصه بس نحكي هالسيارات فيهم اكيد ماخذين من عالم السباقات، كان عم نحكي بالجي تي، ولكن كان من تكنولوجي اكيد انشهرت فيها فيراري هي الفورمولا 1. عملنا هالايفنت طبعا نقدر نعطي مثل ما بقولوا الزباين وكمان المحبين للفيراري انه يقدروا يجوا لهون ويشوفوا سيارتين مميزين ليميتد اديشن ما يعني ما بينشافوا كثير. يعني هول السيارات طبعا بيجوا اوريدي للزباين، وقدرنا نحن نحطهم ونعرضهم لجمعة لنعطي مثل ما بقولوا فرصة للعالم تشوفهم وتشوف يعني فيزيكلي، مش بس انه على الصور وعلى طبعا هالنوع السيارات خاصة they are very exclusive very limited، كيف فينا نحصل عليهم؟ في حيال حدا قادر اليوم يشتري فيراري بيقدر يفوت على حيال شوروم ان كان حيال بالعالم مش بس عم نحكي بلبنان، بيقدر يفوت ويشتري مثلا 488 بيستا او لفيراري، ولا بده يكون مثلا نعرف نحن بالسابق انه فيراري معقول يكون عندك سيارتين قبل، يكون عندك هيستوري مع البراند لتقدر تجيب السياره؟ ما في اذا هدول بيجي بيطبق عليهم هالبوليسي اللي كانت موجوده بالسابق. يعني فيراري بتعطي فرص، يعني طبعا الزبون عنده مثل ما بقولوا جيرني. بدي السؤال صراحه، في البيلوتا كورس عند فيراري يلي هي مثلا بتتعلم انت تسوق ريسينج كارز، بعلموك انت تقود سيارات فيراري، هل هالسيارات لازم يكون عندك سبيشال لايسنس من فيراري لتسوقهم ولا ما ضروري؟ لا، هي اجمالا الكورس بيلوتا انعملت للزبائن الفيراري. أوكي. يعني اذا انت شاري فيراري وطبعا عمرك فوق 18 سنه 18 او فوق، بحق لك انت تمارس بالكورس بيلوتا. وهي الكورس بيلوتا يعني كذا كورس، يعني تبلش بالسبور، بعدين في الادفانس، بعدين في الايفولوشن، واخر شيء بتوصل على التشالنج اللي هو يعني عم تقود سيارات سباق. انا باعتقادي كتير مهم يعني الواحد يقدر مثل ما بيقولوا يعرف الليمت تبع سيارته لما تفوت على كورس بيلوتا وتشوف الـ يعني بروفيشنال انستراكتورز يعني اللي بيعلموا
بيقدروا يخلوك يعني تستمتع اكثر بالسياره أكيد. لانه بتصير انت عندك ثقه اكثر، خاصه عم تسوق على حلبات مكفله على تراكس 100%. عندك سيفتي، عندك ران اوف اريا، مش عم تقدر انت تجرب مهاراتك على الطرقات العامه، ومعقول تعور حالك يمكن تعور غيرك. مزبوط. بنفس الوقت سكودريا لبنان نعرف، يعني هلا حكينا عن السيارتين المهمين جدا، نحكي شوي عن سكودريا لبنان. نعرف انه سكودريا لبنان عم بتكون كثير اكتف خاصه مع يعني الافتر سيلز، يعني نحن مين ما كان في بيع سيارة، بس كيف انت تخلي زبونات فراري ودايما تعطيهم السيرفيس يلي هي خدمة ما بعد البيع يلي هي الأهم. يعني واحد يشتري فراري بيعرف حاله انه هو حاط ايديه مثل ما بقولوا ايديه وجيم ماي بيردي، كل شيء موجود وكيف السيرفيس معمولة اكيد على ليفل عالم. وانا نحكي فيه كيف شو الخدمات اللي عم تقدموها، خاصة نحكي شيء نركز عليه هو خدمة البري اون سيارات المستعملة عند فراري اللي عم يكونوا بجود كونديشن ليكونوا ابروفد، حتى اذا عليهم وارنتي ولا كيف امتى فيك تعرفنا عليهم اكثر شو الفاسيلتيز اللي عم تعطوها خاصه للبري اون. بالنسبه للبري اون نحن عنا بروجرام اسمه فيراري ابروفد، يعني على الفيراري ابروفد بدنا ناخذ السياره ونعمل لها اسسمنت 190 تشيك بده ينعمل فيها، بده يكونوا كلهم بيرفكت. من بعد هاي ساعتها السياره بتصير فيراري ابروفد، يعني الزبون لما عم يجي ويشتري فيراري ابروفد كار بيعرف انه عم ياخذ سياره من عمل هالاسسمنت فيه ال190 تشيك، وكمان عم ياخذ كمان وارنتي من الشركه. ف يعني هذا الشيء بيعطي مثل ما بقولوا ترانسبيرنسي، وبنفس الوقت ثقه انه عم ياخذ سياره لايك نيو. بالنسبه للافتر سيلز نحن هذا شيء ركزنا عليه كثير، لأنه أهم شيء لما تروح تشتري سيارة بهالنوع نوعية والسيفتي وكذا بدك تكون عندك for sure after sales service. الافتر سيلز سيرفيس عنا يعني أول شيء بدأنا لما أخذت الوكالة أنه بالفاسيليتي، الفاسيليتي تاخد يعني مثل ما بقولوا the most modernized كلهم، يعني طبعا ب مثل ما بقولوا في فيراريز CI وفيراريز ستاندردز. بنفس الوقت كمان الترينينج والبرسونال وكل شيء، وكمان عملنا اديشن البادي شوب يعني لا يقدر يعني الواحد يجي لعنا وعنده 360. مستر حسن حيدر انا بتشكر كثير على الانترفيو، سيارتين مميزين they are very special they are very rare، واكيد سكودريا لبنان عم ترفع راسنا خاصة بلبنان لانه عم نشوفك انت كثير اكتف مش بس بالمبيع، عم تكون انت اكتف لتضم اكثر ما فيك عائله فيراري توسعها وتكبرها اكثر وتضمهم تحت امبريلا وحده. انا بدي اتشكرك على المقابله، يعني بتعرف نحن اصحاب وبنعرف بعضنا وعاملين تريبس رايد سوا. مزبوط. وبدي اتشكر كمان الفيوتشر تي في فور هال اوبورتونيتي. Thank you very much. You're most welcome. Yana. Thank you, Alan. صرنا هلأ على فكرة كراش تاست اللي دايماً عم نعتمدها بأوتوموبيل، خاصة مع منظمة يورو أند كاب اللي بتعطي ريتينج للسيارات بالكراش تاست اللي بيقطعوا. هالمرة حتكون سيارة فولكسفاجن تواريك الجديدة بالكامل. خلينا نروح هلأ على كراش تاست. We'll be right back.
وصلنا هلا على فقره كار ابديت. مثل ما ذكرت باول حلقه حنتعرف على ثلاث سيارات، سيارتين منهم كهربائيه، وحده سباق ووحده اختباريه من عند بي ام دبليو هي الاي نكست، وسياره السباق هي جاكوار فورمولا اي جنريشن 2، والسياره الثالثه هي سياره برودكشن من عند فيراري هي مونزا اس بي 1 والاس بي 2، اللي هي بوحده بتتسع لشخص واحد، والسياره الثانيه بتتسع لشخصين. والشيء الخبري الحلو فيهم انه بعدها بتحمل محرك يلي ب 12 اسواني بسحب العادي. خلينا هلا نبلش مع بي ام دبليو اي نكست. قدمت بي ام دبليو مؤخرا سياره اختباريه تحت اسم اي نكست، وفينا نشوف عندها رؤيه للمستقبل بي ام دبليو، خاصه مع هالسياره يلي اكيد مستقبل هو سيارات كهربائيه. فينا نشوف من الشكل الخارجي شبيهه بالجريل يلي عم تعتمدها كيفه بي ام دبليو طرازاتها، خاصه عن صار الجريل الكبير، عندها مصابيح خاصه بالامام عصريه جدا، وواحده من احلى المصابيح الاماميه شايفها صراحه، والكمان شبيهه بالبي ام دبليو ال اي دي يعني عم نعتمدهم مؤخرا على سياراتهم. وفينا نشوف انه السياره شكلها اكيد قريب شوي على هاتشباك، بس بعدها الفكره مش واضحه جدا، بس بي ام دبليو بتقول انه هالسياره حتقدم قريبا ليكون لتصالحها للانتاج. السيارة الثانية بفكرة كار أبديت هي من عند جاكوار، وسيارة السباق هي الفورمولا اي جنريشن 2 اللي تقدمت مؤخرا جاكوار سيارتها اللي حتشارك فيها بالبطولة عام 2019. سيارة فينا نشوفها متطورة جدا عن جيل السابق بالفورمولا اي، ونفس الوقت هالكليب هو جاكوار عم تقدم فيها هالسيارة، ونفس الوقت عم تقدم سياراتها الكهربائية اللي صار عندها لاين اب بين الفورمولا اي وسيارة الاي بيس للسباق، وحتى سيارة السياحية الاي بيس يلي معمولة لا تنسى على الطرقات، وهي اكيد كهربائية 100%. اكيد بتذكر شغله، هي الفورمولا اي هي عباره عن بطوله كمان سنجل سيتر مثل فورمولا 1 بس كهربائيه 100%. واخيرا وليس اخرا سياره ثالثه كمان فيراري، بس تقدموا مؤخرا سيارتين فينا نقول صراحه تحفه فنيه من عند فيراري. يعني فيراري شمرت عن موضه وقالت انه هالسيارتين بعدهم بيحملوا نفس محرك ال 12 اسطواني بسحب العادي تحت اسم مونزا اس بي 1 والاس بي 2 سنجل سيتر فينا نشوف، ونفس الوقت لا بتتسع لشخصين تحت اسم اس بي 1 واس بي 2. وشبيهين هالسيارات من سيارات السباق اللي كانت تعددهم فيراري خاصه بالخمسينيات، يعني مستوحيين من السباق ونفس الوقت من الخمسينيات وبشكل عصري جدا. فيراري مونزا اس بي 1 واس بي 2 هو مزودين بمحرك هو ذاته الموجود على الـ 8 واب سوبر فاست اللي هو من 12 اسواني سعة 6.5 لتر ولا 800 حصان، ومعلقوه بينتقل من 0 ل 100 ب 2.9 ثواني، وبيوصل سرعة قصوى ل 340 كيلومتر بالساعة.
مشاهدينا هيك حلقتنا بكون وصلت لنهايه اليوم، موعدنا بتجدد اسبوع مقبل طبعا مع سيارات جديده. اذا عندكم اي سؤال له علاقه بالسيارات فيكم تواصلوا معي ان كان على الفيسبوك وعلى الانستغرام اللي عم بينه عندكم على الشاشه. باي.